لا انا سمعت حد كان بيتكلم في موضوع، انت عارف انا احب اخد الموضوعات من الناس يعني، فبيقول له لا بس انت خفت ترد وانت مش عارف ايه وبتاع، انا ما اعرفش ايه يعني ايه القصه اصلا يعني، لكن رد عليه رد بسمعه كتير جدا. قال له ايه يا عم؟ من خاف سلم، من خاف سلم. انا الحقيقه موضوع من خاف سلم ده ما عجبنيش. يعني ايه من خاف سلم؟ يعني انا خاف يعني عشان ابقى كويس، ولا يعني مثلا يبقى في حد مفروض يقول حاجه وما يقولهاش ويقول لك من خاف سلم؟ ف يعني لفت بالي اول موضوع، لان احنا الحياه بنكررها كتير جدا، من خاف سلم، وساعات بنربي عيالنا على هذا الاساس يعني. بص خلاص سيبه في حاله، احنا مالناش دعوه بيه، خليك ماشي على جنب، ما تتدخلش في الموضوع، ما تتدخلش في الموضوع يا عم، من خاف سلم، مالناش دعوه، الكلام ده كله. فرايك ايه؟ رأيي ان الخوف اصلا هو طبيعه بشريه، يعني عشان بس نبقى متفقين، يعني فده طبيعي جدا ان كلنا يبقى عندنا خوف، بس المهم بنخاف من ايه وبنخاف على ايه. مفيش حد فينا ما بيخافش طبعا. بس يمكن المقوله اللي انت قلتها دي او المثل ده بتاع من خاف سلم، في البعض يقول لك دي عباره الجبناء، يعني اللي هي من خاف سلم بمعنى ان انت بتخاف من كل حاجه ومن اي حاجه وعايز تقوقع نفسك في حته، شو مش دعوه، ما يحصليش مشاكل، ما تدخلش في اللي ماليش فيه، يعني بتبقى هي بالنسبه لك اللي بتبرر بيها خوفك انك انت كده هتعيش سليم. لكن الحقيقه لان الخوف طبيعه بشريه فلازم تبقى عارف انت بتخاف، حدود الخوف بتاعك، بتخاف من ايه وعلى ايه ولغايه فين يبقى الخوف بتاعك ده صحي. يعني ففي ناس بتخاف على منصب، في ناس بتخاف على البدله اللي هي لابساها، في ناس بتخاف لا تفقد وظيفتها، مرتبها، يعني حاجات كده. فمقابل ده ممكن تعمل اي حاجه، بتخاف تقول كلمه حق، تخاف تاخد موقف ايجابي، تخاف تغير وظيفه لحاجه افضل، لحسن دي تروح منها، فلا خليني اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. فبتبتدي تبقى حياتك للاسف تبقى داون كده بسبب الخوف. بس انا عارفه بصيت لها من منطق ايه، يعني ايه من خاف، يعني ايه كل حاجه اقول من خاف سلم؟ احنا كنا بنتكلم في موضوع قريب كده عن حاجه عن الفساد، وبعدين كان ضيفنا اللي منورنا قال لك ايه، الموظف الصغير بيخاف يبلغ ويقول ان المؤسسه بتاعتي فيها فساد عشان المدير اللي فوقيه هيبهدله، هيتاذي طبعا. وحكى لنا قصه ان واحده راحت بلغت، فقالوا لها يعني حبوا يضايقوها، نقلوا لها مكتبها تحت السلم بعد ما كان ليها مكتب كويس، بينفضوا عليها من فوق حاجات كده. فدي لو قالت من خاف سلم كانت زمانها قاعده في مكتبها وزي الفل ومفيش اي حاجه. فالى اي مدى الواحد الخوف ما يعني يبقى مسيطر عليه؟ يعني جميل ان احنا نبقى خايفين على شغلنا وخايفين على عائلتنا وخايفين، يعني الخوف الطبيعي، لكن اوقات بيخرج الخوف فبيصطدم الخوف مع امانتي، يصطدم الخوف مع الحق، يصطدم الخوف مع حاجات كتيرة جدا، وحاجات كتيرة جدا بتحصل حوالينا. لو وقتها الناس قالت من خاف سلم كانت الدنيا ما مشيتش. بص هي تربية، يعني في الأول أنت إحنا طلعنا في بيت شكله إيه؟ وتربينا على إيه؟ اتربيت إن أنت تقول كلمة الحق مهما ده كلفك، مش هتطلع تقول جملة من خاف سلم. اتربيت إن أنت ما تكونش إنسان سلبي، لما تشوف حاجة يعني قدامك بإيدك إن أنت تصلحها أو تتدخل، عمرك ما هتقول من خاف سلم. اتربيت على انك انت عشان تطور من نفسك ومن قدراتك ومن مهاراتك ومن وضعك، فانت ما تخافش انك تاخد خطوه. ممكن ان اي حد فينا بياخد خطوه المفروض ان هو بيحسبها، بيعمل توازن، يعني انا هاخد الخطوه دي، هسيب شغلي واروح شغل افضل، طيب يا ترى ايه السلبيات وايه الايجابيات؟ طب ما انا ممكن يحصل واحد اتنين تلاته، بس في المقابل بعد فتره هكون في حته افضل. فبتاخد المغامره زي ما بيقولوها، مش هتقول من خاف سلم. فوانت بتحسب امورك وتبقى عامل حساب الحاجات الضريبه كده اللي انت هتدفعها، لكن هتبقى افضل لو اتربيت على المبدا ده من البدايه خالص، زي ما كنت بتقول حتى لاولادنا، يعني ما تشوف مشكله ما تقولهوش خليك في حالك ومالكش دعوه وما تتدخلش. يبقى شايف اتنين اتخانقوا مع بعض وفي واحد اتضرب وواحد مش عارف ايه، فييجوا في المدرسه يستشهدوا بيه، هو حبيبي ده حصل، فيخاف ان يقولك لا احسن، اصل انا لو قلت ففلان اللي هو اصلا ضرب، ما ممكن هو كمان يعمل معايا كده. صحيح، تمام. وده بيحصل سواء على نطاق الاطفال الصغير او على نطاق الكبير. ان انا عايز اقول لك من اصغر حاجه يعني لاكبر حاجه ممكن تشوفيها مثلا في بلدنا، فيها امور كتيره جدا لو كان من خاف سلم كانت تبقى علامه استفهام كبيره جدا. يعني لو كل موظف سكت مثلا على رشوه او 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 وهو راجل امين وقال لك خلاص انا انا ما دام انا امين خلاص بقى اللي عايز يرتشي يرتشي، وانا ماليش دعوه بالقصه دي، ومن خاف سلم عشان ما حدش يأذيني. ده مجرد موظف صغير لموضوع كبير مثلا
يعني جه في دماغي مثلا دلوقتي واقوله خلاص بقى مثلا يوم 30/6 لسه كنت هقول لك كده يوم 30/6 انا شفت كان مدام اسعاد يونس كانت بتسال السيده انتصار السيسي فبتقول لها اصعب الايام قالت لها 30 يونيو عشان كنت خايفه على عيالي وخايفه على اسرتي وخايفه وخايفه القرار وخايفة. نفسه يا القرار يعني لو جوزها اللي هو كان وقتها الفريق اول عبد الفتاح قال لك لا انا مش ما قال لك من خاف سلم وانا موجود مكان كانت الدنيا ما مشيت